من جديد ده كل التحيه ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك الكرام ولكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي على فريق الترجي التونسي بثلاثه اهداف مقابل لا شيء وصعود النادي الاهلي للمباراه النهائيه، سعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء كابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد، مكاسب متعدده، بصعد للنهائي، بفوز على الترجي ذهابا وايابا، برد مش عايز اقول برد هزيمه 2018، لكن انا عندي مكاسب متعدده النهارده وابرزها عدم حصول احد اللاعبين على الانذار الثالث والغياب عن النهائي. مكاسب متعدده النهارده. الحمد لله، طبعا هو الاهم ان انت وصلت خلاص، يعني ده بتتكلم على سيمي فاينال اقوى بطوله في القاره، يعني ده مهم جدا. بتتكلم على مباراه الاهلي والترجي، بتتكلم على بطل 2020 بيلعب بطل 2019 و2018، يعني قوه المباراه الاهلي بطل 2020 بيلعب بطل 2019 و2018. نتيجه كويسه، الناس كانت بتسالنا وبتقول لنا او بتقول لي يعني مثلا يعني احنا قلقانين ليه، احنا كسبانين هناك ازاي، ما قلقش وانا بلعب بطل 2019 و2018. مهم جدا في كره القدم الحذر، يعني الحمد لله طبعا على كل شيء، مهم جدا ان انت تعدي، لكن في النهايه التارجت لسه ما اتحققش، احنا واصلين لابعد نقطه في البطوله لكن ما خدناش البطوله، ده مهم ان المفهوم ده يوصل للناس. يعني هتبقى عندنا مباراه نهائيه هتبقى يوم 17، لحد دلوقتي الميعاد ده يعني هنشوف هنعمل ايه فيها ان شاء الله، لكن عندنا يعني وقفه محليه كده شويه عايزين نركز فيها ونخش فيها بسرعه، مش عايزين نعيش الاجواء بتاع البطوله الافريقيه، مش عايزين ننساها، لكن في نفس الوقت عندنا خطوه يعني مهمه جدا في مشوارنا المحلي، عندنا مباراه مع بيراميدز يوم الخميس ان شاء الله، مهمه جدا في مشوارنا وتكمله حفاظنا على اللقب باذن الله المحلي ان شاء الله. كابتن سيد، كان طبيعي متوقع ان فريق الترجي التونسي يضغط ويبدا المباراه مغلوب على ملعبه، طبيعي انه يضغط، لكن كان الاهم هي شخصيه اللاعبين في التعامل مع هذا الامر، هدوء وثقه في دكه البدلاء انعكست على اللاعبين في الملعب. طبعا يعني انت بتتكلم على حد خسران من ارضه طبعا او في ارضه، فوضع طبيعي ان هو يكون عايز يعمل كده يعني الحمد لله، لكن في النهايه انت كمان لازم يبقى عندك مفهوم ده ان الكوره طالما فرق ماتش كبير اكيد هيبقى في فرص هنا وهنا، واكيد هيبقى في استحواذ هنا وهنا، واكيد هيبقى في قدرات هنا وهنا يعني، لكن المفهوم اللي لازم تخش بيه، المفهوم ان انت تتعامل معاه ان انت لازم شخصيتك تكون قويه جدا. على فكره الشخصيه القويه مش في الهجوم بس، على فكره حتى في الحته الدفاعيه، يعني في ناس كتير جدا بتقول لك يعني ده عمل جيم دفاعي، وضع طبيعي جدا ان انت يبقى عندك القدرات اللي تخليك تعمل جيم دفاعي، ده وضع طبيعي في الفرق الكبيره يعني، لكن كمان لازم يبقى عندك القدرات اللي تخليك يبقى كيل الافضليه، ده حصل لنا يعني البينالتي وحاله البينالتي انا ما اعرفش برده ما اتحسبتش بشكل مباشر ليه، يعني دي واضحه جدا 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 يعني احنا شايفينها على بعد مثلا 300 400 متر يعني، لكن في النهايه الحمد لله على كل شيء. انا عايز اقف عند حاله البينالتي لان الجميع كله بيتكلم على البينالتي، انا شفت الكابتن سيد عبد الحفيظ ما بيتكلمش على البينالتي وبس، بيتكلم على كارت احمر. يعني انا نقاشي معاه مش ان هو مش هيحسبها، انا متاكد ان هو خلاص لما هيروح هيشوفها، يعني لما راح للفار انا متاكد خلاص ان هو هيحسبها بينالتي، ده ما فيهاش شك وما فيهاش نقاش، لان صوره هتكذب فيها ازاي يعني، لكن القانون بقى ساعتها هو ده الاهم بالنسبه لي، يعني النقطه الاولى بقت عندي خلاص، انا متاكد ان انا خدت رقم واحد، رقم اثنين بالنسبه لي هيديني افضليه ثانيه هو يتنفذ القانون، يعني ان يتنفذ القانون ان هي حاله الطرد اللي هي باينه جدا وواضحه جدا يعني، لان ده واحد رايح للجون بشكل مباشر، الدفع كمان من الجزء العلوي يعني، فكل دي في القانون تديك كارت احمر على طول يعني. اكرم توفيق وحسين الشحات واحنا بنتكلم معاهم قال لك دور الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سامي وصام معانا، اكرم لما كان بعيد عن المشاركه النهارده بيلعب مباراتين ذهاب واياب، حسين الشحات النهارده وهو بعيد وشفته جري عليك يا كابتن بعد الهدف وراح لحضرتك. بص يعني لازم تبقى فاهم كويس جدا المشوار لما يبقى طويل والموسم لما يبقى طويل ولما بتشارك في بطولات متعدده، الناس كلها لازم تكون جاهزه، دورنا احنا ان هو تبقى جاهزه فنيا معنويا اسف نفسيا معنويا، يعني الجزء الفني طبعا خاص ببيتسون موسوماني، لكن في النهايه لازم تحضر الناس كلها، يعني في تفاصيل صغيره في الشغل لازم الناس كلها تبقى عارفاها، التفاصيل مش ان انت تيجي تتمرن وتمشي، انت كمان لازم تكون سعيد وانت جاي التمرين، لازم تكون فرحان وانت جاي التمرين، لازم المود بتاعك يبقى كويس وانت جاي التمرين، ازاي هتمتع الناس وانت جواك مش مستمتع اساسا يعني، ممكن تعمل شويه حاجات صغيره، ممكن يبقى عندنا رصيد في امور خارجيه بتنعكس داخل الملعب يعني، ممكن في حاجه ممكن الناس تشوفها انها عاديه جدا وايه اللي ممكن يحصل يعني عشان تجيب نتيجتها، لكن تاثيرها انا عارفه كويس قوي، لما يبقى في حد انا اللي عنده رصيد فوضع طبيعي جدا لما هيحصل اختلاف ولا هيحصل نوع من المواجهه ولا حاجه هيبقى شايل الرصيد ده عندي فهحتاجه بعد كده، ده المفهوم اللي الواحد بيشتغل بيه يعني. اوضه اللبس وهتكلم عليها بالتحديد لانها تخص الكابتن سيد عبد الحفيظ، النهارده لما تلاقي سعد سمير اللي بره القايمه موجود ومحمد داني محمود متولي مروان محسن اعتقد انها هي عنوان النجاح او هي الخطوه الاولى للبطوله. ما تعرفش مين اللي ممكن على رجليه او على ايديه تيجي لك المكسب، ما تعرفش يعني النهارده اكرم كان غايب بقاله فتره
واحد من نجوم اللقاء هنا وهناك اكرم توفيق. يعني بتتكلم على مثلا يعني على حد ممكن اجاي النهارده عامل دور كويس قوي، نزل بشكل كويس قوي، كهربا النهارده كان ممكن يسجل، حسين يعني النهارده بيأدي دور كويس جدا جدا جدا، انت ما تعرفش مين، وليد سليمان طبعا، كل المجموعه، مش عايز انسى حد، كل المجموعه، لكن اقصد اللي ممكن الناس بتاخد عدد قليل من المشاركه يعني. انا ما اعرفش النقطه الفاصله ربنا كاتبها لمين، فعشان كده لازم تحضر كل الناس على الاستعداد او يبقى حاضرين بذهنهم يعني. مواجهه كايزر تشيفز، وبعض الجماهير كانت ممكن من الممكن يعني بعض الاقوال تتقال دلوقتي ان هو فريق اسهل من الوداد، مش اكيد انتم مش هتوصلوا ده للاعبين، لان فريق وصل للنهائي اكيد فريق يعني فريق قوي وفريق الاحترام. اصل انا مش هوصل حاجه غير الحقيقه مش هوصل حاجه غير الحقيقه. الحقيقه بتقول اول عنا على المباراه النهائيه، لكن عندنا اربع مواجهات محليه مهمين جدا 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 جدا. عندنا مباراه مع بيراميدز يوم الخميس، مش عايز اقول فاصله بشكل نهائي في البطوله، لكن مهمه جدا في مشوارنا وحفاظنا على اللقب المحلي. عندنا مباراه مع سموحه يوم 4، عندنا مباراه يوم 8 مع المقاولين، عندنا مباراه يوم 11 مع المخاصه، ثم المباراه الختاميه والنهائيه 17 لحد دلوقتي مع كايزر تشيفز. يعني عنا عليها تمام، لكن هنخش في مشوارنا المحلي. يعني كايزر تشيفز مش عايزين نقع في الفخ اللي وقع فيه كتير جدا من الانديه، وكتير من الانديه المحترمه قالوا على كايزر تشيفز ان هو مش هيصعد من دوري المجموعات، يعني المرشح الاول والثاني في دوري المجموعات في مجموعته الرابعه كان الوداد وحوريه كوناكري، مظبوط. قالوا كايزر تشيفز مش هيعدي من سيمبا، عدى من سيمبا. قالوا كايزر تشيفز مش هيعدي من الوداد في قبل النهائي، عدى من الوداد. فاحنا مش عايزين نقع في نفس الفخ، هي مباراه نهائيه ختاميه على اقوى بطولة قارية هي دوري الأبطال. المباراة وتفاصيلها واستعدادها لازم يبقى أنت ذهنك حاضر وعارف كويس قوي. كايزر تشيفز احنا لعبناه في حياتنا كلها مرة واحدة، دي اللي هتبقى الثانية. المرة الأولى كانت في كأس السوبر 15/3/2002، كانت على كأس السوبر الأفريقي. النهاردة بتلعب على دوري الأبطال، يعني نصيبنا وقدرنا إن احنا نلعب كايزر تشيفز على طول في أقوى البطولات. فاحنا رايحين نلعب فرقة هي كمان يعني داخلة المباراة النهائية اللي تركيزه أعلى، واللي ربنا موفقه ولازم يبقى يعني إن شاء الرحمن يبقى الفوز حليف، وأتمنى إنه يكون إحنا بإذن الله، لكن تحضيرنا هيبقى جيد جدا إن شاء الرحمن، وإن شاء الرحمن نخش بالمباراة بمنتهى القوة بإذن الله. عايز أختم مع حضرتك كابتن سيد برقم قياسي بيعمله النادي الأهلي وبتعمله كجهاز فني. النادي الأهلي أول فريق في أفريقيا يفوز في أربع مباريات متتالية في الدور نصف النهائي، فزت على الوداد ذهابا وإيابا، والنهاردة بتفوز على الترجي ذهابا وإيابا، ده رقم قياسي بيسجل للنادي الأهلي. حلو الارقام وانا بحبها جدا ومن هواة الارقام، انا على مستوى الشخصي من هواة الارقام، لكن انا عندي التارجت الاعلى بيبقى في البطوله. يعني اما تقول لي اربع سنين ورا بعض بتاخد البطوله، دي حاجه حلوه جدا يعني. ان شاء الله الرحمن باذن الله تعالى نكون حاضرين بشكل كويس، زي ما قلت لك عيننا على المباراه النهائيه، لكن مش عايزين يعني ناخد بعيد عن تركيزنا في اللقاء المحلي اللي هيبقى يوم الخميس مع بيراميدز باذن الله. دايما بقول لك الكابتن سيد ما بيتغيرش، الفرحه عنده ما بتاخدش وقت كتير، وهو الكابتن سيد مش هيتغير. يا رب تكمل بس على خير ان شاء الله الرحمن. عندنا يعني مواجهات صعبه على المستوى المحلي والقاري، لكن ان شاء الله الرحمن براهن على شخصيه اللعيبه وان هم يفصلوا ما بين البطولات. وامتى تكتب تاريخ؟ امتى بتكتب تاريخ؟ لما بتبقى في مواجهات صعبه، الناس هتفضل تفتكر على طول ترجي التونسي وقوته ومكانته، بتكسبه بره ارضك وجوه ارضك في سيمي فاينل، الوداد بتكسبه بره ارضك وجوه ارضك، هي دي المباريات وهي دي الارقام اللي بتعلق وسط الناس، وهي النجوميه بتيجي من هنا والاساطير بتيجي من البطولات. شكرا. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي عقب فوز النادي الاهلي على فريق الترجي التونسي بثلاثه اهداف مقابل لا شيء، وصعود النادي الاهلي الى المباراه النهائيه لمواجهه فريق كايزر تشيفز. مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي من جديد، تعود الكلمه ليك كابتن ايمن ولضيوفك الكرام.